سمعت ابو عبد المحسن في قصه لعلي اذكره وبعد اعلق عليها. في رجال متزوج عنده كان ولد تقريبا عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، وتوفى ابوه الله يرحمه، كانوا مساكنين مدينه صغيره ما هي كبيره. يقول والهم محافظه، وكان اكبر همه هل يتيم اللي عنده، ولا ابو ما عنده الا اخو الظاهر وضعيف بعد، اخوه ما هو اللي على ما قال شديد حال وبلشان بروحه وعنده الوقدان. ولم الكلام هذا قديم شوي، ولم كان اكبر هم ولا عندهم دخل، مات ابوه الله يرحمه ما ورث لهم ولا شيء، وكانت همه انه تدخله المدرسه وتربيه وتقوم عليه. صارت تلمس للناس اللي حوله ومع جارة الله عنده، يشوفون الناس اللي الله معطيهم منعم عليهم، تروح تسوي لهم على ما قال أمه غدا ولا عشاء وتخدم عندهم بسر بس عشان تأمن قوت يوم هي ولده. وصار هذا حاله، ما زاد معه من غدا عند هالبيت هذا من المحسن عنده، أخذته معه على البيت، ويا فاض شيء حطته عشاء، ويا فاض من العشاء شيء حطته فطور الصبح. تبر الولد دخل المدرسة بدأ يدرس، وصل ثاني وثالث ورابع، وهذا شغلته. ولم أنهك هالتعب وأنهك فطر قلبها الولد. يقول يوم من الأيام وهي جاءت من حد بيوت مر خلاص تعبانة، وهي كانت محافظة هلم وعندها معرفة بالسيرة النبوية وحافظ بعض الصور القرآنية، وكانت كل قبل ما تنام كانت أكبر همها أن ولده يكون مستقيم وانه عارف حدوده وانه يخاف الله وانه تربيه نشأة وتنشيه نشأة صحيحة. وكانت قبل كل ما ينام تقول له قصة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما عن الصحابة أو التابعين، فكان هذا هو لعل تخفف عنه وينام الولد. جات ليلة من الليالي مرة لهم تعبانة ومنهكة هالمرض، يقول استحت عند الولد وجالوت كالعادة قبل، تقول جيت انه مقدمة حول المغرب او زي كذا، يقول مرة متعبانة ما هي فتحت من العيونه ووجهه يصب عرق. يقول يسولف مع الولد، الحين الولد جد انه برابع، رابع خامس رابع، وشوف اقرانه بالمدرسة وشوف الناس اللي حوله، لكن لما بيده حيلة وهو يبي، وطفل يبي زي وزي غيره. يقول ويدنق عليه ويمسك راسه، قال يمه شفتي ولد فلان ابوه جاب له سيكل ابي زيه، يقول تراعي له بس وتهزب راسه والعرق يقطم من راسه، وشفتي فلان ابوه جاب له كوره، وفلان جاب له وفلان جاب له. يقول لهم تفطر قلبه ما بين مرض وما بين هم وما بين هالطفل اللي قاعد يتمنى شيء، انا ما الله اجيب له بس اللي يسد حلقه من الاكل، مو عاد لبس ولا سيكل ولا كورة ولا متطلبات، والولد كل شيء يشوفه يبيه. يقول وغمضت ألم يحس بالنوم، قال يا أمه لا تنامين لا تنامين، اصبري قبل ما تنامين أبي قصة من قصص الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما أنام. وزي صح يا أمه علمتيني، صح أنه هو يتيم، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يتيم أم أب وأم، أنا يتيم أم أب، أنا يمكن أنت عندي. يدعي أمه يدعي أمه، والنومة هي النومة، مرجرتها دائما مع أمه وتحاول تدبر له شغل، وحالتها مضعوفة المساكين. ينده أمه يجلب أمه مرة، النومة هي النومة، يروح ويصيح لم جارتهم يا خالة يا خالة أمي نامت وما تقوم. جاءت الخالة وشافت الأم مرة متسانة، ايه خذوه الجيران وحطوا عندهم، وبوله راحوا لعمه قالوا هذا ولد اخوك توفى، قال انا والله اني بلشان بالذر اللي عندي بالناس اللي عندي، وهذا جاي فوقهم بعد، وهذا يبي له مصاريف، وهذا والفقر احيانا يطلع الانسان عن شيء ما يبيه بس ما يقدر. ايه ابوه بحد المدن كبار، واحد من رفق ابوه من جماعته بعيد، قبل ما تموت الام استغفر الله لان هذه مربوطه بنهايه القصه، كان يقول الولد لامه، يقول وش بتقول انا تعبانه مريضه وليدي، قال طيب روح المستشفى،
خلنا وديته من الدكتور جاي. قالت يا وليدي ما عندي لودينا للدكتور ولا عندي وش اللي يعالجه. قال انا ان شاء الله باذن الله اذا كبرت اصير دكتور واعالجك عشان ما تروح المستشفى وتدفعين فلوس. من ضمن الكلام هذا اللي توفت امه. سمع هذا اللي من جماعتها الخبر ان اليتيم هذا توفت امه وماله احد. الرجال هذا ما شاء الله قادر ومغتني وله تجارته وله اموره. راح لما الولد هذا استاذ من عمه قال انا والله هلون هون. قال مار جزاك الله خير تسوي بمعروف وبو معروف. انا والله لا اقدر على عيشته ولا اقدر والله اراعي له وانا بشن باللي عندي لكن الله يجزاك وانت على ما قال منه وانا ما انت بعيد ناس. قال يا ترى مثل عيالي. قال الله وكلك عليه. خذه ربه مع عياله وصار يلاحظ ملاحظه خاصه ودرسوا باحسن المدارس وصار يهتم ويراعي له وتبر الولد ودخل الثانوي. يوم جاء الثانوي مر الولد سبحان الله من دعوات الام بوسيم خير. وجاء لما ابوه اللي رباه وهذا عمله قال عمي انا والله ودي اصير بالمسجد قريب اللي عندنا ابي على ما قال مذن ولا على ما قال اصير امام به. قال وبرك الساعات وسبحان الله يقول يصير مذن بالمسجد وصار شوي صار يمسك بدال الامام امامه وبدا على ما قال هذا بثاني وصار ما شاء الله من سيم اهل الخير. انت يا الولد بعد ما تخرج من الثانوي دخلوا بكلية. قال انت وش تبي؟ قال انا بصير دكتور انا وعدت امي اصير دكتور ابي اصير دكتور. يقول سبحان الله دخلوا كلية الطب وتخرج دكتور. يقول يوم تخرج دكتور قطع على نفسه عهد ووعد. قال أي أرملة أي أرملة تدخل عندي بالعيادة وفتح عيادة خاصة. قال أي أرملة تدخل عندي إذا همك تدرين هم لهم نص السعر واللي ما تقدر ولا ريال تدفع هذا بس رضاوة الأمي وحسيت بالمعاناة اللي عانت بهم. وبوشا هذه يمكن دعوة فضل أمه زي كذا. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.